اهلا بحضراتكم من جديد. تعالوا نرجع كده لورا شويه. كان يا مكان كان عندنا اتنين لعيبه في الاهلي زمان. لعيب نعتبروها حكايه بحكيها لكم يعني. لعيب كان بيلعب زمان قوي ولعيب كان كابتن فريق النادي الاهلي يعني. للاسف الاتنين يعني واحد معروف عنه كلامه ما بيغيروش وكل لما يبقى في مسؤول في الاهلي يهاجمه هو اسلوبه كده هو متعود على كده. والتاني احنا اتفاجئنا بيه بصراحه. التاني احنا ادينا له حجم ومكانه للاسف بعد كلامه هو ما يستحقهاش. وفي الحقيقه الكلام اللي انا هقوله لحضراتكم ينطبق على الاثنين يعني. سقراط كان قال لك ايه؟ قال لك ايه سقراط؟ قال لك تحدث حتى اراك. في واحد قعد سنين كتيره جدا ما بيتكلمش ما بيفتحش بقه دي حقيقه. لكن لما اتكلم عرفنا قيمته الحقيقيه ايه؟ عرفنا مكانه النادي الاهلي عنده ايه؟ فاحنا عايزين نشكره ومش عايزينه يعتذر، ده احنا اللي بنعتذر له كمان، لان احنا ادينا له مكانه هو ما كانش يستحقها. عرفنا كده امتى؟ لما هو اتكلم، عشان كده احنا بنشكره انه اتكلم. في لعيبه بتدور على مصلحتها الشخصيه ومصلحتها الماديه، وده واضح جدا للاسف، واضح جدا جدا في الكلام. وفي لعيبه وحضراتكم عارفينهم كويس قوي بيبقى مصلحه الكيان عندهم واسم النادي الاهلي وارتباطهم بجمهور النادي الاهلي اهم من اي فلوس في الدنيا. فهو ده الفرق ما بين الاثنين دول وما بين اي لعيب تاني. هو ده الفرق اللي احنا كلنا لمسناه لما هم اتكلموا. في واحد منهم قديم قوي من زمان اتكلم كتير وهو ده اسلوب كلامه. واحد اتفاجئنا زي ما قلت لحضراتكم باللي احنا سمعناه. فاحنا عايزين نشكرهم ومش عايزينهم خالص يعتذروا لنا. احنا اللي بنعتذر لهم على المكانة الكبيرة جدا والحب الكبير جدا جدا اللي احنا اديناه لهم، وللأسف للأسف اتخدعنا فيهم في الجزئية دي تحديدا. مش هتكلم اكتر من كده.